على الوراء من الحسوني تسديده محاولة مغربية خطيرة من جنب الوك والكرة لخارج الملعب سوي حاول من أجل ترك التعادل الوداد في محاولة كرة قد تكون حق بها ترجع برمي التماس فريق الوداد بديع كرة خطيرة والتغطية من الدفاع الجزائري في خطأ حكم الوداد السبب خلاص الفريق كان مدعى السباق البطولة ولكن الحسن البرابي مصطفى الطلحة بوجمع القصاب ترجع كرة مرة أخرى عن باتي هذا عفورشن الفريق الصيني قد يعود بديع هوك عرضية بعيدة كرة عن بيسي ماموش اتحاد العاصمة يعيش حالة من التخبط بسبب المشاكل المالية الوداد في الهجمة خطيرة المحاولة بديع 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 يعدلها هوك بديع وكرة التعادل وباب يرفض الخسارة وداد الأمة يتمكن من التعديل بديع في كرة بديعة سيتذكرها كل ودادي هدف التعديل في آخر اللحظة للفريق البيضاوي المغربي 1-1 قبل عقدين من الزمن بهدف العلالي وداد تأهل الحساب اليسمى وبهدف بديع وداد يرفض الخسارة في الإطلالة الأولى على مستوى دوري الأبطال 1-1 والوداد عبلها فريق اتحاد العاصمة بدنيا الفريق تراجع وداد راهن على الهجوم زوران اللي دفع بعدد أسماء ولكن البديع بديع في كورة يسجل خلالها